السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ازاي ممكن نستخدم الذكاء الصناعي في تحليل بيانات المستخدمين لتحسين تصميم برك السباحة وتلبية احتياجاتهم. طيب، هو الذكاء الصناعي بيتكون من حاجتين مهمين أوي، الخوارزميات أو طريقة التفكير أو الطريقة اللي بيدربوا عليها، والحاجة التانية هي البيانات. البيانات دي بتبقى مهمة جدا، كل ما بتديله بيانات أكتر كل ما الذكاء الصناعي بيكون قوي. يعني زمان كانت البيانات محدودة، لكن دلوقتي لما اتفتح إن هو مثلا زي شات جي بي تي مثلا، ناس كتيرة جربته، مليار واحد بيجربه كل يوم، أصبح الموضوع فيه داتا كتيرة جدا وفيه إجابات أقوى وأحسن وحاجات زي كده. مع تصميمات حمام السباحة كل شوية هو بيتطور، كل ما بيعمل حاجة هو بياخد فيدباك ويبدأ يطور نفسه فيها. فإحنا ممكن نستخدم الذكاء الصناعي في تحليل بيانات كتيرة جدا، كمية كبيرة جدا من الداتا، وبالذات مثلا لو الشخص ده عنده انستجرام أو عنده فيسبوك، هو ممكن يخش. طبعا انت كنت تدخل حساب تلاقي فيه الاف الصور والاف الفيديوهات فتتوه، انما الذكاء الصناعي ممكن يروح عامل سيرش ومدور على حمامات السباحه ويبدا يشوف ايه احسن حاجات عجبته وصور معاها او صورها. فالذكاء الصناعي ممكن ايه يعمل، يتتبع الباترن او الانماط استخدام حمام السباحه، يحدد اوتوماتيك ايه اوقات الذروه او اوقات الاسبوع اللي ناس كتير بتبقى بتحب حمام السباحه، ويبدأ يحدد مدة استخدامهم قد ايه، ويطور نفسه، يبدأ ان هو مثلا يعرف ان الشخص ده بيحب مثلا ينزل بالليل مثلا الساعة 12، فيبدأ يسخن المية شوية او يبردها حسب الحاجة. فهو يبدأ يلاحظ الناس مثلا بتحب تلعب في حمام السباحة، تحب تسترخي، معرفة درجة الحرارة اللي هم كل واحد بيحب درجة حرارة معينة، بيحب درجة إضاءة معينة، بيحب انه لون معين في الإضاءة، فممكن يغير الحاجة اللي هو عايزها. ممكن يبقى سريع جدا في يعمل استطلاعات رأي ويبدأ يشوف ويشوف التعليقات والتقييمات اللي حصلت قبل كده ويبدأ إن هو يطور نفسه. كل ده بيخليه يتطور. ممكن مثلا نبدأ يعرف عدد الأشخاص ويبدأ يحدد حجم البركة الخاصة ليهم، ويحدد مثلا دي منطقة السباحة لعب باسترخاء، فيعمل تصميم أفضل لحمام السباحة المناسبة للناس كلها. يعني لو هو عنده طفل ممكن يعمل له حمام سباحة صغير ملحق بالحمام السباحة الكبير أو منفصل. فدي كلها بتخلي الإنسان يعني سعيد في المكان دوت. ممكن يعمل كل، يبقى عارف كل واحد مثلا بيحب عصير معين وبيحبه إمتى وهكذا في الجهاز، الحاجة اللي هو عايزها. يقلل استهلاك الطاقة والمية، هو بيحدد الاستهلاك بتاعهم قد إيه، فبيشوف إيه اللي ممكن إن هو يوفره. في الأنظمة العادية بيبقى فيه أوقات معينة لتغيير الفلاتر أو هو أوتوماتيك يبدأ يعمل تشيك كل شوية، لو لقى في حاجة لتغيير الفلاتر قبل ميعادها أو بعد ميعادها يبدأ إن هو يطور خطة الصيانة. في أنظمة ذكية لتنظيم درجة الحرارة والإضاءة، ممكن نركب أجهزة معينة عشان ترشد استهلاك المية وتحسين عملية الصيانة والتنبؤ بالأعطال المحتملة ويقلل تكليف الصيانة، بحيث ان احنا نحسن عمر بركة الصيانة. ممكن الساوند سيستم يبقى اوتوماتيك، يبقى عارف كل واحد مثلا بيحب يسمع ايه فيشغل الحاجة اللي هو عايزها.